السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هلا ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة اللي في حقها هي هدية، ما عمري ما درت ما جبتها لكم. يعني الفصة، شحال واحد كيسولنيش اشنا هي الفصة، يعني الفصة يابسة، يعني كنقولوا الفصة اليابسة. هذه كتعتبر بالة ديال الفصة يابسة. انتم شوفوا الحجم ديالها تبارك الله قداش، يعني هذه كلها انتم تقريبا فيها واحد نقولوا متر ونص، متر ونص على خمس على 70، متر ونص على 70، وهي مربعة الشكل. لاحظوا ان شحال الكمية فيها، هذه كلها كدير 75 درهم. 75 درهم زعما صراحة ما غاديش تندموا عليها، انها احسن من اي يعني اكل جربته هنايا بالنسبة للانانيب. يعني بالنسبة للصغار ولا الكبار، كاع الصغار ديما عندنا المشكل ديال انهم كيتصابوا من انتفاخات. الا عطيتوهم الفصة ما كاين لا انتفاخات لا والو ان شاء الله. بالنسبة للصغار الكبار كتقولوا غادي يسمانوا وما غيبقاش يعني النتوات، غادي يبقاو يسمانوا وما يبقاش يولدوا، كذلك ما تخافوش منهم. بالنسبة للذكور عاود مخيرة، بالنسبة للذكور القضيه ديال يعني الفيطام، بعد الفيطام حتى هي مزيانه، ما كيصابوا لا كوكسيديا لا انتفاخات. كاع يعني الاشياء اللي ممكن انكم تخافوا منها بالنسبه للانانيب كاينه في هذه النبته هذه اللي كيسميوها الفصه. الفصه الخضراء كما كتشوفوا انتم هي راه نبات كيكون يعني اخضر. هما شنو كيديروا له؟ كيشدوه كيبريسيوه. انتم راه هادشي مبريسي، شوفوا الكميه تبارك الله، راه ممكن ان واحد القطيع يعيشوا شهر ولا شهر، شهر ونص، يعني تعطيهم يوميا ما يمكنش يكمل في شهر هادشي. يعني راه ما كتعطيهمش بزاف، راه كتعطيهم غير كميه هكا، كميه هكا راه صافي. هادشي كانهم كلو مزيان، يعني خلينا من الاشياء اللي ممكن تضر الانانيب. هاد الفصة ما كتضرش الأرانب. الفصة يعني حقيقة نبات يعني معجزة بالنسبة للأرانب. بغيت نصيحة، وهي كاينة الفصة اللي كتكون العيدان ديالها غلاض، هادي كيعطيوها الماشية، وكاين اللي العيدان ديالها رقاق بحال هكا، وكتكون شبه خضراء، ما كتكونش دايرة بحال اللون ديال التبن، لا كتكون شبه خضراء بهذا اللون هذا بالضبط. كونوا متأكدين، راني جربتها، راها واحد النبتة اللي يعني كتغنيكم يعني على جميع المشاكل اللي كتكون في يعني في بالنسبه للارانب. هذه نبته يعني صحيه للغايه، لان الاغصان ديالها ما كيكونوش بحال نقولوا بحال التبن، لا كيكونوا باقيين عاد فيهم يعني الخصوصيات ديالهم اللي كيكون في الجذع ديال النبته. وكذلك راه كيكون حتى الاوراق، هانتوما شوفوا معايا الاوراق، هانتوما هادو راه الاوراق ديالها، هادو الاوراق ديالها كيبقاو بحال الشكل ديال الحنه، هانتوما لاحظوا معايا كيبقاو بحال الشكل ديال الحنه هانتوما. هادو راه كتكون الا بغيتو تشريو النبات ديالها راه كاين في الاسواق، ولكن كيطيح غالي. يعني ممكن انكم تشريو الربطه، تشريوها بدرهم ونص، الربطه بدرهم ونص. ملي كتشريوها مبريسيه هكا حتى كتكون مكرمه، راه ما كيحسبوهاش بالوزن، ولا كيحسبوها بالربطه، لا كيوزنوها بالباله. حنا كنقولوا هذه باله، شوفوا تبارك الله شحال ديال الكميه فيها، راها يعني فيها بزاف حقيقه، راه فيها بزاف، شوفوا شحال فيها هانتوما، راها كبيره بزاف. يعني انا درت لها هذا لومبالاج هذا على حسب الرطوبه ولا حسب الشتاء، لان يعني عندي هنايا الزنك الفوق كندير هذه الطريقه هذه، يعني غير هذيك كحمايه وصافي، وكتجيني سهله حتى في الخدمه. كيكونوا رابطينها بواحد جوج اسلاك، هانتوما هذا السلك، هو كتحلوا السلك وكتبقاو تجبدوا منها. يعني كميه بزاف. انا اللي بغيت نهضر عليه في هذه الحلقه، وهي تكثروا، تعطيوه بزاف ولا تعطيوه شويه، ولا تعطيوه يعني بغيتوا تهلاو فيهم، يعني كيعيشوا ما كيسمى، بغيتوا تعطيوه بزاف كيسمانوا الدار، ماشي السمونيه ديال مثلا الخبز الجاف او السيكاليم اللي عطيتوهم بزاف، لا كيسمانوا واحد السمونيه يعني سبحان الله بحال هذا، خص راه مديرينو خصيصا الارانب. انا جربتها يعني حيت كنعطيهم شويه، كنعاون بشويه ديال الخبز الجاف، ولكن حيت السيكالين
الحمد لله هاد النبته هذه 75 درهم راها يعني غادي تضربني ان شاء الله بحال البارل الاولى راه ضربتني يعني نقولوا شهرين ب 75 درهم بالنسبه للقطيع كامل. انتم كما كتشوفوا معايا القطيع كامل, هذا القطيع كامل يعني تبارك الله راه فيه النتوات, فيه الذكور, فيه الرومي, فيه البلدي, فيه كروازي, يعني هذا الشيء هذا القطيع كله يعني ب 75 درهم للشهر راه في الحقيقه يعني مزيانه ومزيانه بزاف حتى للحد. يعني سبحان الله هاد النبته هذه هنايا الناس في هذه البلاد ديال المنطقه الشرقيه كيخدموها بزاف, يعني كيخدموها المواشي وكيخدموها الارانب كذلك. انا يعني كنت كنشوفها عند الناس ولكن ما عمري ما قلت نجربها, ولكن حتى جربتها كونوا متاكدين راها نبته فعاله وجيده للغايه, لا بالنسبه للناس ولاد البلاد يعني المغاربه او الجزائريين, سوريا, تونس, مصر, كاع الناس اللي كيراسلوني وكيقولوا لي الفصه واش راها مزيانه, راه الا قلت لكم راه نبته معجزه سبحان الله. يعني نبته انا جربتها صراحه الكميه كبيره بزاف, انتم كما كتشوفوا راه كميه كبيره تبارك الله, ها انتم 75 درهم راها بزاف, يعني في الحقيقه راها بزاف, يعني كتبقى كتقول فوقاش غادي تكمل, ما يمكنش انها غادي تكمل, انك تعطيهم مثلا هذه الكميه هذه ممكن انها تعطيها الفرد صافي راه دابا هذا هو العشاء ديالو او الغداء ديالو, بغيتي تهلا فيه ممكن انك دير هذه الكميه منها ثلاثه المرات, هذا الشيء البالغ. اما يعني الفيطام ممكن تعطيهم غير هاد الحشاشه اللي كتكون هكا غير هذا, هانتوما هذا تعطيه لهم هانتوما, هذا راه نبات, هذا راه ماشي يعني شي حاجه ماشي طبيعيه ولا نقولوا سيكالي ملي كيخافوا منه الناس اللي يقول لك هاد الارنب واكل غير السيكالي. هانتوما جاتكم يعني يعني المناسبه انكم تجيبوا باله ديال التبن, ممكن انكم هاد الدقاقه هذه تعطيوها الفيطام الصغار, غير هما ياكلوا كلش, ياكلوا حتى هاد العيدان هادو ماشي مشكل, ولكن هادي كياكلوها كتجيهم ساهله, ها هما ما تضرهمش. الناس اللي كيتشكاو كيقول لك راه عندنا الكوكسيديا يعني الاسهال, الناس اللي كيقول لك عندنا الكوليستريد يعني الناس ديال اللي كيتعصم لهم الكرش, عاود انتفاخات, كلشي كيتشكى من انتفاخات. هاد النبته هادي ما كاين لا انتفاخات ما كاين لا امراض, هانتوما راه كياكلوا منها, يعني راه شوفوا ديك الذكر تبارك الله راه كياكل منها, حطيت له قبيله كميه يعني بغيت نتهلا فيه شويه لان يلاه لقح سبحان الله كياكل بواحد الشراهه, داك الشيء اللي كنحطوا لهم ما كيبقاش, يعني كياكلوا ويعني كاع الحوايج اللي كانوا عندي, حتى انا كانوا عندي انتفاخات, كنت ديما كنستعمل بيكربونات الصوديوم, الخل بالنسبه للاسهالات, سبحان الله هاد النبته هادي ما فيها لا ما كاينش المشاكل, ما يمكنش انكم تلقاو شي مشكل في هاد النبته هادي. تستعملوا غير الادويه ديال الموسميه مثلا التسمم الدموي هذيك حاجه اخرى, ولكن بالنسبه للحوايج ديال المعده يعني الاضرار المعويه هاد النبته هادي ممكن انكم تعطيوها لهم غير بوحدها, كاع تحيدوا جميع, ممكن تساعدوا بالخبز الجاف حتى هو رخيص, ولكن هذه راه هي رخيصه بزاف, ممكن انكم تستعملوها خطره واحده في الشهر الناس اللي عندهم قطيع كبير, اما الناس اللي عندهم غير حبات مثلا ربعة النتوات ولا مبتدئ راه هاد البالا ديال الفصه عفوا راها ممكن انها تضرب له حتى 3 شهور, راه 3 شهور تخيلوا 3 شهور ب 75 درهم, وعاد راه دابا غاليه, راه كتكون ما بين ملي كتكون يعني الحركه دايره والشتا صابه راه هاد البالا هادي كتسوى 50 درهم, بالا كلها كتسوى 50 درهم, ودابا منين طلعت يعني حيت عندنا شويه ديال الجفاف في هذه المنطقه الشرقيه كناخذوها 75 درهم, وكاين مناطق اخرى اللي صابه فيها الشتاء وكاين الرواج كاين الصابة كما كيقولوا, ممكن انكم تاخذوها ب 60 درهم 55 درهم. يعني الصراحه هذه الحلقه هذه راه منفرده, حاولوا انكم هذا النبات هذا تستعملوه, جربوه غير جربوه وغادي تشكروني ان شاء الله, راه ما غاديش يبقاو عندكم مشاكل ديال الامراض بتاتا. اذا هذه هي الحلقه ديالنا هذا النهار راه سهلات, الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركوا معنا, تكيو على زر جيم باش تساندونا ونزيدو القدام, وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.